وكم من إنسان أقبلت نفسه فأعرض عن إقبالها وأجل في الطاعة وسوف ثم بقيت مدبرة إلى أن مات، ثم بقيت معرضة إلى أن مات. واعلموا أن المرء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ليس كل وقت تقبل النفس، ليس كل وقت ينشرح الصدر. فإذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من الانشراح والإقبال فليغتنم ذلك وليبادر وليسارع إلى الاستجابة لله تبارك وتعالى. والنفس لها إقبال وإدبار، تقبل وتدبر، والعاقل يغتنم إقبال نفسه ويحرص على اغتنام ذلك.